السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب فيكم جميعا. ويعني اليوم هيك بس رسالة صغيرة: لا تنم وأنت حزين. هاي رسالة مهمة. لا تحط رأسك على مخدتك وأنت حزين. وما رح نحكي إنه الحياة ما فيها حزن، في مواقف كتير بتخلي الإنسان حزين، لكن يبقى السؤال: الشيء اللي أنت حزين لأجله، ما الذي تستفيد؟ ما الفائدة الكبيرة العظيمة التي تعود عليك إذا سحبت حزنك وأخذته واختزنته وأخذته معك طول فترة النوم ليلعب في دماغك ويكئبك، وبتصحى تاني يوم الصبح مزعوج وتستمر هذه الأزمة يوم بعد يوم؟ هل تعلم أن في الاكتئاب، خصوصا اضطراب الاكتئاب العام General Depression Disorder، أصعب حالات الاكتئاب، المرضى أكثر شيء بيعانوا من الاكتئاب في فترة الصباح. وحقيقة فترة الصباح مرتبطة بالنوم، والنوم مرتبط بأنت آخر شيء كنت عم تعمله قبل ما تنام. نحن ما راح نحكي كلام رومانسي ولا راح نقول كلام تحفيزي. أنا دائما بقولها: لا أستطيع تحفيز من لا يريد أن يعيش، من لا يريد أن يرى الأشياء الجيدة. يعني بمعنى آخر، أنت الوحيد الذي تستطيع أن تحفز نفسك. أنا كل اللي بقدر أعمله إنه أجي أحكي لك أن الحياة نعم صعبة، وأن الحياة نعم فيها حزن، وأن الحياة فيها فقر وفيها ضعف وفيها موت وفيها حروب، وفي مرات قهر وفي خيانة وفي غدر، وفي مرات مشاريع وأفكار بتكون أنت حاطط فيها مجهود كبير وتذهب هباء منثورا. لكن يبقى الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يفعله، يا ما مر علينا شعرنا شاب مش ببلاش، هو أن يبرمج نفسه على أن يعرف كيف يتعايش مع هذه الحياة. كلنا يعلم أنها رحلة قصيرة، وعلمونا زي ما بنحكي من إحنا صغار: أنت حتموت. طب ما أنا عارف إني حموت، وأول كلمة بنتعلمها في العزاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ما حدا علمنا نعيش، لكن هي مش حجة، فرصة إنه نحن نتعلم. أهم إشي: لا تنام حزين. اسمع مني وراح نفصل مشاكلك الآن، وراح أفرجيك إنه ما في داعي للحزن. من إيش زعلان؟ زعلان من وضع اقتصادي؟ ومن إمتى أنت بترزق نفسك؟ متى كنت أنت المدبر للرزق؟ متى يعني بس يعني احكي لي، ارجع هيك بحياتك، خليك صادق مع نفسك. الرزق عم بيجيك شئت أم أبيت. هل أنت الذي طلبت الرزق عندما كنت في بطن أمك؟ يا أخي، لما كنت في بطن أمك، لما كنت في بطن أمك أنت طلبت الرزق؟ يعني كنت قاعد في بطن أمك وتقول: بدي أكل، بدي أكسجين. ما كنا نعرف أصلا، مش واعيين، ورغم هيك كان رزقك يجيك. لما كنت طفل لغاية ما وصلت للمرحلة اللي أنت قاعد تسمعني فيها، في عديت عدد اللقم اللي أنت أكلتها؟ عديت الشرب اللي أنت شربته؟ عديت قديش أنت دخل عليك رزق؟ وغير طبعا هذا الرزق الملموس المحسوس، فيه الرزق غير المحسوس، الصحة والستر. بمعنى آخر، على إيش زعلان؟ رزقك، الرزق مش أنت المسؤول عنه. طب بلاش، أنا يا دكتور مش زعلان من الرزق، الأرزاق بيد الله، ولا ليش زعلان؟ أنا زعلان من الناس، غدروني وضربوني وضحكوا علي. طيب تعال نحكي مرة ثانية: كل إنسان أزعجك أو قام بتصرف معين لإيذائك، إن افترضنا أنه هو أذاك أو ظلمك، سؤال: هل هذا الإنسان الذي أذاك سيذهب بأذيته وينتصر ويعيش حياة سعيدة ويخلف صبيان وبنات ويعيش في سبات ونبات؟ ألا يوجد إله؟ ألا يوجد عدل؟ يا أخي أنت من الناس اللي ما بتؤمن. ألا توجد كارما؟ ألا يلف ويحيق المكر السيء بأهله؟ ولا أنت ما عندك صبر؟ مش بدي يكون عندك صبر؟ هل تعتقد أن إنسان يظلم سينجو بظلمه؟ يا أخي، حتى يعني قال العلماء: ظلم الظالم سبق دعائك. يعني قبل ما ترفع إيدك وتدعي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ظلمه سبق دعائك إلى رب العالمين: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إلا الظلم. والله يسامح في ما بينك وبينه، لكن ما بينك وبين الناس لا يسامح فيه. فأنت زعلان من أنك مظلوم؟ لا تزعلش،
معلش، حقك حيرجع لك، في الدنيا راجع لك، في الآخرة راجع لك. فليش إنك أنت تخلي الشخص اللي ظلمك ينتصر عليك مرتين، مرة لما ظلمك، ومرة لما خلاك طول حياتك قاعد زعلان وبتنام والشرايين قاعدة بتسكر والسكر بيرتفع وبينزل وضغط دمك طالع نازل، وفي احتمال لا قدر الله يصير معاك مرض ولا يصير معاك فالج عشان شخص ما بيسوى أصلا إنك تزعل حالك. بتقول لي أنا مش زعلان منه، أنا زعلان من غبائي، زعلان من سذاجتي. معلش تعلمت، تعلمت يا سلام. يعني أنت أول مرة بتكون ساذج وبعدين بتتعلم. عمرك شفت حالك وانت بتمشي اول، احنا واحنا صغار لما مشينا شفتوا شكلنا واحنا بنمشي؟ بكل واحد مش عارف يتحرك حركتين، بعدين تعلمنا نمشي وصرنا نجري ونركض. ما في انسان بنولد عارف كل شيء. وبعدين قد يكون الغدر وظلم الناس قد يكون دلالة على انك انسان نقي. فليش توسخ حالك بردة الفعل؟ يا أخي أنا إنسان نقي، يا أخي شو طيب هبل، أنا بدي أكون أهبل إنسان في الدنيا. أقول لك بدي أحط هالهبل تاج على راسي. أنا كل واحد بده يقعد يغدرني، ولا أنا بدي أقعد وأرد على فلان وأرد على علان، بقدرش. اللي تربى صعب تسحب تربايته. احفظوها. اللي تربى صح صعب تسحب تربايته. ببعبع والله لا أعمل والله لا أساوي، هاي آخر مرة بثق في الناس وأنا بفرجيهم وأنا بعمل، كله كلام فاضي. المحترم بضل محترم، وهذه نعمة من نعم رب العالمين، إنه مرات ربنا بيخلي المحترم محترم، يؤجر المرء رغم أنفه. فبدل ما إنك تشكر ربك على إنك مش من الناس الإمة التي اللي بنساقه، إذا ظلمني بدي أظلمه، طب إمتى بدي ينتهي الظلم؟ واللي جرحني بدي أجرحه، إمتى بدي ينتهي التجريح؟ يا عمي الطيبة هبل، أنا بقولها أنا يا أخي، أنا والله أنا إذا الطيبة هبل أنا اعتبروني أهبل إنسان في الدنيا، يا ريت أظل طول عمري أهبل. عشان ألقى الله بهالهبل اللي احنا سميناه هبل، وما هو إلا تربية، وما هو إلا أخلاق، وما هي إلا دماثة، وما هي إلا طيب أصل. فخليني طيب، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طب واللي ظلمني باخد حقي تالت ومتلت. والله لا، والله لا تاخد حقك. فأنت إذا زعلان على رزقك هينا حليناها، وإذا زعلان من الناس فبالعكس انت مفروض تكون فخور باخلاقك وتعرف انه بالاخر حقك راجع لك. من ايه زعلان؟ شو اللي مزعلك؟ شو اللي مزعلك اختي؟ جوزي وظلمني، ما انا كله عند الله، كله عند الله. الزعل والحزن شيء مطلوب. زعلان انا لانه يا دكتور انا فقدت والدي، فقدت ابني، فقدت والدتي رحمهم الله، سافروا وراحوا وانت رايح وانا رايح وكلياتنا رايحين، اوعى تقول لي مش راح اشوفه، مش راح اعرف ايش كذا. انا راح تشوفه، والله لا تشوفه، والله لا تشوفه. هذا وعد، يعني كانهم لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. هذه هي الدنيا. شو مفكر حالك مخلد؟ راحت امي كذا، ما انا راح ارجع اشوف امي وراح اشوف اختي الله يرحمهم ويرحم كل امواتكم، وراح نشوف كل واحد، رايحين العيش مستعجل. ولا انت بتنكر الموت؟ هل هذا انكار للموت؟ هل في ناس بتموت وناس لا؟ ما هو لو في ناس بتموت وناس لا انا بزعل. شمعنا امي تموت؟ انا بدي امي من الناس اللي تضل، انا بديش اياها تروح. ما هو كله ميت. طب والمطلوب مني؟ ما ازعلش يعني لما حد يموت اضحك هيك؟ لا، ان العين لا تدمع، ان القلب لا يخشع، وان على فراقك. الرسول عليه الصلاه والسلام حكى لنا اياها، لكن لا عزاء بعد ثلاث، إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر حالك إذا كان الفقد قريب، واعرف وتعلم أن صبرك إن شاء الله سيكون في ميزان حسناتك وحسنات من رباك وحسنات من فقدت. فبالتالي لإيش الزعل؟ لإيش تنام وأنت في دمعة على خدك؟ لإيش تنام وأنت بتفكر في سلبيات؟ لإيش؟ والله ما هي مستاهلة. مش لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أنت ليش مكبرها؟ ليش عاملها كثير كبيرة؟ والله ما هي مستاهلة. الأغنياء ماتوا والملوك ماتوا والإمبراطوريين والإمبراطورات ولا مش عارف شو جمعها ماتوا، والفقراء ماتوا والشعراء ماتوا والرقصات ماتوا والفنانين ماتوا، ما ضل مش رح يضل حدا، كله ميت. إنك ميت وإنهم ميتون، بقى كله رايح. لكن كيف عشت؟ هذا اللي رح يحدد الحياة اللي بعدها، في افتر لايف، في حياة جاية بعدين. فانت قاعد بتضيع
الفترة القصيرة بزعل وحزن، على ايش؟ والله ما هي مستاهلة، والله خذوا مني، والله ما هي مستاهلة. في لحظات بيرتفع البيك، البيك يعني اللي هو المنحنى، بوصل لأعلاه في المشاعر. يعني أنا مرة بزعل، في بسموها الصدمة الأولى، تسمع تليفون خبر سيء، فطبيعي لأنك هذا أنت إنسان، مش ما بدي أسمع الخبر، لا أنا والله صابر وما عنديش مشاعر، هذا مش مطلوب. لكن بتوصل البيك، بعدين بترجع مرة تانية، مش لتحت، ترجع للتوازن، في توازن، مش ترجع متبلد الإحساس، ما عندكش إحساس، لا بتزعل لا، مش هذا المطلوب. مطلوب الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي. أنا بزعل بس بعدين بتوازن، ومرات بتتبلد إحساسي ومش طايق أحكي مع حدا، ما مش حابب أحكي مع حدا، حابب أنعزل شوي، مش غلط بس مش كثير، برجع مرة تانية برتفع، بحيث ما أكون فوق وتحت وفوق وتحت، وكل شيء عندي في تطرف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن أمة وسط، وهاي الأمة الوسط مش وسط بآرائها بس، مش وسط لا، وسطية حتى في التفكير والمشاعر. لا بنحزن حزن كبير، ولا بنفرح فرح يعني، أنا معلش تحملوني بالكلمة، فرح يدل على السذاجة والهبل، لا نحن وسط، نضحك بنضحك. وأنا دائما عندي دائما نصيحة، اسمعوها مني، سجلوها عندكم: عندما تضحك لا تضحك من كل قلبك، وعندما تبكي لا تنهي دموعك، ما تبكي حتى تنشف الدموع، ولا تضحك حتى قلبك يموت من الضحك، خليك متوازن. ليش؟ لأنه في أيام تانية راح تحتاج قلبك عشان يضحك، وفي أيام تانية راح تحتاج دموعك حتى تبكي. لا توجد حياة كاملة، الكمال لله. الحياة قد يكون أفضل ما فيها تقلباتها، ولو كانت الحياة ثابتة وما فيها تقلبات كنا متنا من الملل، كنا استوينا من الملل. لذلك التقلبات جميلة. أيا كان اللي أنت زعلان منه، حاول أنك تدور دائما. ليش أنا بقول دائما؟ التثقيف المعرفي السلوكي، cognitive behavioral education. أنا ما بدي أستنى الشخص لما يمرض ويصير معه اكتئاب، وعبال طبعا ما نكتشف إنه معه اكتئاب، وعبال ما نقتنع إنه هو اكتئاب، وبعدين نقنع أهله أو نقنعه إنه يروح على دكتور نفسي، بيكون طبعا يعني المواضيع وصلت لآخرها. ليش أنا أستنى؟ ليش ما أنا من البداية يكون عندي مناعة، يكون عندي ثقافة، زي ما عم نعمل هلأ بكل شيء، التطعيمات ضد شلل الأطفال وضد ليش ما يكون في عنا تطعيم نفسي؟ ليش ما يكون عنا وعي نفسي؟ ليش ما يكون عنا ثقافة نفسية؟ سايكو إديوكيشن، هذا اللي ناقصنا، هذا الضروري. لما ضربت الكوفيد العالم كله، أكتر شيء كان مطلوب في هالفترة إنه ليه، كيف نحن ما نفقد عقولنا من القعدة في البيت ومن الخوف ومن الأرق. الأزمات المالية والاقتصادية تحتاج إلى نفسية قوية. العلاقات الزوجية، وطبعا العلاقات الزوجية نحن بدنا كونسلتو دكاترة نفسيين، لكن العلاقات الزوجية تحتاج إلى توازن نفسي. علاقتي بابني وكيف بدي أربيه بحتاج إلى توازن نفسي. فهمي طفلي وطريقة تفكيره وكيف أربيه بطريقة تكون مناسبة لعمره وبنفس الوقت ذكية وتتماشى مع العصر بحاجة إلى ثقافة نفسية. تعاملي مع إدارتي في شركتي وتعاملي مع العمل ومع زملاء العمل يحتاج، وهذا قاعد بيروح بيحكي للمدير عني، وهذا بياخذ دوري، وهذا بيضايقني، وأنا ناجح جدا فالناس بتكرهني. عفوا، كل هذا يحتاج إلى ثقافة نفسية. نحن تاركين الثقافة النفسية ومركزين عندنا ثقافة جنسية وثقافة كروية، وبنعرف ميسي راح ينباع ولا مش راح ينباع، ورونالدو مش عارف كم كرة ذهبية أخذته، وبنعرف كل شيء في كل شيء إلا موضوع الثقافة النفسية. ومن ثم نقع في الفخ، الفخ إنه مهما وصلت من نجاح بدون قوة نفسية، أنا بس يعني هاي شغلة مهمة، emotional fitness، اللياقة النفسية. كيف الإنسان اللي عنده لياقة بدنية بتنزله على ملعب، الملعب بياكل الملعب، بيلعب رايح جاي زي الألمان، الألمان بيلعبوا لآخر دقيقة لآخر لحظة، لياقتهم عالية، تدريباتهم قوية. ليش ما يكون عندي لياقة نفسية؟ عندي قوة لتحمل الصدمات. ليش؟ لأنه ما حدا ضحك علي وقال لي الحياة حلوة بس نفهمها. لا، الحياة مش جنة، والحياة مش نار، الحياة رحلة. وأنا كاتب هذا الكلام في كتابي
في ملخص الكتاب يمكن في رحلة الوعي، أن الحياة، صفة الحياة تأتي من الواصف. تقول لي حياتي تعيسة، أنت حر، مظبوط. وتقول لي حياتي جميلة، كمان أنت حر. لكن في النهاية الحياة هي الحياة. فلذلك أتمنى إنك ما تنام حزين، لا تنم حزينا، والله ما هي مستاهلة. وإذا أردت الطمأنينة، حاول إنك أنت تجد لأسباب حزنك، تعرف بالآخر إنه كل أسباب حزنك في مدبر، وهو العظيم الودود الرؤوف الغفور العفو الرزاق الكريم فوق كل هالهموم. ولا تقل كلمة أنا بحبها كثير، لا تقل يا رب عندي هم كبير، ولكن قل يا هم عندي رب كبير. بتمنى لكم التوفيق والنجاح والسعادة، وإن شاء الله اليوم بتناموا أنتم مبسوطين وبتصحوا أنتم مبسوطين، واللي راح ينام مش حزين ويصحى مش منكد ويصحى هيك مبسوط، يتذكرنا بدعوة ويتذكر والدتي رحمها الله بدعوة إنه ربنا يرحمها، وإن شاء الله يحسن ختامنا جميعا. بتمنى لكم التوفيق والنجاح، والتسجيل ما زال مستمر في دورة التثقيف المعرفي السلوكي، إن شاء الله لكل اللي راح يسجلوا أراكم في هذا الكورس الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.